السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بإذن الله اليوم في محاضرتنا رح نتكلم عن 3 استراتيجيات وطنية تم إطلاقها من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية. هذه الاستراتيجيات 2 منها تم إطلاقها تحديدا من إدارة الترصد المرتبط بالرعاية الصحية، وواحدة من هذه الاستراتيجيات تم إطلاقها من إدارة التفشيات. الاستراتيجيات الثلاثة اللي ذكرتها اللي هي CRRS, Caution و CAPS. CRRS اللي هي Collapse Rate Reduction Strategy، إن شاء الله رح نبدأ فيها هذه المحاضرة، بعدها رح ننتقل ونتكلم عن Caution اللي هي County Out of Nation Strategy، وأخيرا رح نتكلم عن CAPS اللي هي Candida Auris Prevention Strategy. والآن خلينا نبدأ في CRRS. زي ما انتم عارفين ان الكلابسي هي بلود ستريم انفكشن خطيرة، وذلك بسبب زيادة احتمالية الوفاة للمريض المصاب فيها الى 25%، وايضا بانها تزيد من تكلفة الرعاية الصحية لكل مريض الى حوالي $45,000. بناء على هذه الحقائق بإضافة إلى النتائج تحليل البيانات الموجودة عندنا في الإدارة العامة، تم إطلاق هذه الاستراتيجية. طبعا استراتيجية CRRS بدأت في شهر 1 2022، وبإذن الله راح تستمر إلى شهر 12 2024، يعني مدتها 3 سنوات، والهدف الرئيسي منها هو خفض معدل الكلابس إلى 0.9. والاستراتيجية تتكون من 11 كومبوننت بإذن الله راح نتطرق له لاحقا في المحاضرة. وللاستراتيجية رؤية ورسالة وهدف. فعندنا رؤية الاستراتيجية على المدى البعيد أننا نوصل إلى زيرو كلابس ريتس في مستشفيات وزارة الصحة، وتحديدا في الميديكال سيرجيكال أدولت آي سي يوز. أما عن الرسالة، فرسالة الاستراتيجية هي تطبيق evidence based interventions للخفض من معدلات الكلابسي، والهدف كما ذكرنا سابقا من الاستراتيجية هو خفض الناشونال كلابسي ريت من 2.5 إلى 0.9، وتحديدا في الأدولت ميديكال سيرجيكال آي سي يوز في 78 مستشفى وزاري. والآن رح نتكلم عن 11 كومبوننت الخاص في الاستراتيجية. طبعا لازم نعرف أن كل كومبوننت له استراتيجيك جول واستراتيجيك أوبجكتيف وأكتيفيتيز تندرج تحت الأوبجكتيفز ليتم تحقيق الهدف النهائي من الاستراتيجية. عندنا الكومبوننت الأول اللي هو Leadership Awareness and Support، ويتمحور حول أهمية معرفة الليدرشيب في المنشآت عن الاستراتيجية CRRS وأهمية خفض معدل الكلابسي في المنشأة. أما عندنا الكومبوننت الثاني اللي هو ICU Infrastructure، والهدف الاستراتيجي عموما هو التأكد من أن الانفراستراكتشر الموجودة في الأدولت ميديكال سيرجيكال ICUs متوافقة مع الانفكشن كنترول ستاندردز. أما عندنا الانسيرشن and maintenance supplies، فالهدف الاستراتيجي الخاص فيها أن يكون عندنا adequate supplies من ناحية العدد والجودة، طبعا تحديدا في ICUs ليتم تطبيق central line insertion and maintenance بطريقة صحيحة. أما عندنا ICUs human resources، فالهدف الاستراتيجي لها هو يكون عندنا sufficient staff من ناحية العدد والqualifications اللي هي المؤهلات، طبعا المؤهلات اللي تأهلهم يتعاملوا مع الكلابسي بالطريقة الصحيحة. وعندنا الكومبوننت الخامس اللي هو Training and Education and BCC، فالهدف الاستراتيجي هو تغيير البيهيفر والتدريب وتعليم الهيلثكير وركرز اللي هم الممارسين الصحيين ليتم منع الكلابسي انفكشن في المستشفيات. أما عندنا الكومبوننت السادس هو Preventive Bundles and Best Practices، والهدف الاستراتيجي الخاص فيه تمحور حول رفع الكومبلاينس الخاص بالممارسين الصحيين في تطبيق Preventive Bundles و Best Practices بالطريقة الصحيحة في المستشفيات وتحديدا ICUs. عندنا أيضا الكومبوننت السابع Collapse Associated Outbreaks، وأيضا الهدف الاستراتيجي يتمحور حول القدرة على Identification للكلابسي outbreaks في المستشفيات المستهدفة وتحديدا في ICUs. عندنا أيضا الكومبوننت الثامن surveillance program،
والهدف الاستراتيجي الخاص فيه يتمحور حول توظيف السيرفيلانس بروجرام في الجي دي اي بي سي، في الريجنز، في التجمعات، في المستشفيات، الى خفض الناشونال ريت الخاص في الكلابسي من 2.5 الى 0.9. عندنا الكومبوننت التاسع اللي هو الكترونيك سيرفيلانس سيستم حصن، والهدف الاستراتيجي يتمحور حول الحصول على الكترونيك سيستم خاص بالسيرفيلانس يكون افضل واسرع وايضا متقدم اكثر للحصول او لتسهيل الحصول على ديتا دقيقه وكامله. عندنا الكومبوننت العاشر اللي هو جو جرين انيشيتيف، واللي زي ما انتم عارفين هو انيشيتيف او يمكن او ممكن نقول منافسه تستهدف مستشفيات معينة، والهدف من هذه المنافسة خفض الكلابسي ريت في المستشفيات إلى 0.9. أما عندنا الكومبوننت الأخير اللي هو رقم 11 CRRS Monitoring and Evaluation، ويستهدف المتابعة والتقييم لمؤشرات الاستراتيجية اللي هي CRRS بشكل دوري وتحديدا كل ربع من السنة للتأكد من تحقيق الهدف الاستراتيجي للـ CRRS. والآن خلينا نبدأ في الاستراتيجية الثانية Caution، واللي هي County Out of Nation. زي ما انتم عارفين ان الكاثيتر Associated Urinary Tract Infections هي واحدة من most common infections في المنشآت الصحية، بناء على ذلك تم إطلاق هذه الاستراتيجية واللي هدفها اننا نسوي Reduction او خفض لمعدل الكاوتي في جميع منشآت المملكة الصحية. بدأت الاستراتيجية بتاريخ 3/2023 ورح تنتهي بإذن الله بشهر 3/2025، يعني مدتها 3 سنوات، وتتضمن من 8 components رح نتطرق لهم بإذن الله لاحقا. أما رؤية الاستراتيجية فهي القضاء على الكاوتي في جميع منشآت المملكة الصحية على نهاية سنة 2025. الرسالة هي تحسين المعرفة وجميع الممارسات المتعلقة في منع الكاوتي في جميع المنشآت الصحية. أما الهدف فهو كما ذكرنا سابقا خفض معدلات الكاوتي وطنيا أو على ناشونال وايز بنسبة 50% في جميع المنشآت ابتداء من شهر 3/2023 الماضي حتى بإذن الله شهر 3/2025. والآن نتكلم عن الكومبوننتس الثمانية المتعلقة في استراتيجية الكاوشن. الكومبوننت الأول Leadership and Governance، وعندها هدفين استراتيجيين. الهدف الأول يتعلق برفع مستوى الوعي عند Leaders, Administrative and Decision Makers عن الكاوشن وأثره المنعكس على المنشآت والمرضى تحديداً. بعدها عندنا الهدف الاستراتيجي الثاني هي عمل evidence-based best practices ليتم تطبيق الكاوشن في المنشآت الصحية الوطنية بأفضل صورة ممكنة للوصول للهدف الاستراتيجي النهائي. عندنا الآن الكومبوننت الثاني urinary catheter insertion and maintenance supplies، وهدفها الاستراتيجي هي الحفاظ على سلسلة الامدادات المناسبة في جميع المنشآت الصحية لتسهيل عمل الكاثيتر insertion and maintenance. بعدها عندنا الكومبوننت الثالث education and training of staff, patient and family، والهدف الاستراتيجي يتمحور حول رفع الوعي عند الممارسين الصحيين والمرضى وعائلاتهم عن طريقة الاهتمام في urinary catheter. عندنا الكومبوننت الرابع هو county prevention best practices، والهدف الاستراتيجي متمحور حول توحيد البراكتسز الخاصة في الكاثيتر Associated Urinary Tract Infections من ناحية البريفنشن في جميع المنشآت الصحية. بعدها عندنا الكاوتي سيرفيلانس اند داتا مانجمنت، وهدفها عموما هي يكون في عندنا داتا بيس كاملة كلين داتا وواضحة. أما Caution to County C2C Initiative فالهدف الاستراتيجي الخاص فيه هو تنفيذ منافسة بين المنشآت الصحية المستهدفة. الهدف من هذه المنافسة هو خفض معدلات الكاوتي. طبعا رح يكون مع هذه المنافسة إطلاق لمبادرة الشامبيونز أو الأبطال اللي رح نتكلم فيها بإذن الله أكثر في الدسكشن. بعدين في عندنا الكومبوننت السابع Personnel
and communication management. في عندها 3 أهداف استراتيجية مختلفة. الهدف الاستراتيجي الأول هو تحسين الانجيجمنت الخاص في الستيكهولدرز. مين الستيكهولدرز؟ الستيكهولدرز هم أي شخص ممكن يساهم في تطبيق استراتيجية الكاوتي أو عفوا الكوشن، زي الليدرز، زي الديسيجن ميكرز، زي الممارسين الصحيين. أما الهدف الاستراتيجي الثاني هو فتح قنوات تواصل. الهدف من فتح قنوات التواصل هو نشر جميع المعلومات والعلم المتعلق في استراتيجية كوشن. أما عندنا الهدف الاستراتيجي الثالث وهو نشر ومشاركة أبرز الإنجازات الخاصة في المنشآت التي شاركت في التطبيق الكوشن. عندنا أخيرا وليس آخرا الكومبوننت الثامن performance improvement by monitoring and evaluation، والهدف الاستراتيجي الخاص فيها هو frequently يعني بشكل دوري متابعة وتقييم مؤشرات استراتيجية الكوشن وإرسال جميع التقارير المتعلقة فيها للمناطق ومشاركتهم فيها. والآن نتكلم عن الاستراتيجية الأخيرة CAPS Candida auris prevention strategy. زي ما أنتم عارفين أن الكانديدا auris هي فنجس جدا خطير وسريع الانتشار وعندها الموربيديتي والمورتاليتي عالية، لذلك أطلقنا استراتيجية الكابس الوطنية. استراتيجية الكابس عندها 3 أهداف، هي prevention and control لمستويات أو للوفيات والإصابات المتعلقة في الكانديدا auris، increase أو زيادة لمستوى الوعي عن الكانديدا auris وطريقة منعها. أما الهدف الثالث والأخير فهو لتوفير التولز وإديكيشن ماتيريالز تتعلق في الكابس من ناحية إيش هي طريقة علاجها، أيضا طريقة منعها وإلى آخره. والآن رح نتكلم عن رؤية الاستراتيجية. فرؤية الاستراتيجية الكاب هي أننا نوصل لمرحلة أن الكانديدا auris لا تشكل أي خطر ولا تمثل أي تهديد على المرضى والممارسين الصحيين وحتى على المنشآت الصحية ككل. أما رسالة الاستراتيجية هي تشجيع المنشآت الصحية على الالتزام بكل المقاييس والممارسات التي تمنع حدوث الكانديدا auris. أما هدف الاستراتيجية فهي حماية المرضى من كل خطر قد يؤدي إلى الكانديدا auris. طيب الآن رح أبدأ أتكلم عن استراتيجيات الكابس، لكن قبل لا أبدأ أتكلم حابة أنوه عن نقطة. سمعتوني قبل تكلمت عن CRRS والكوشن. CRRS هي عبارة عن استراتيجية واحدة يندرج تحتها عدة محاور، ونفس الشيء الكوشن هي عبارة عن استراتيجية واحدة ويندرج تحتها عدة محاور. أما الكابس تتكون من عدة استراتيجيات من اسمها Candida auris prevention strategies. كل استراتيجية لها مخرجات مستهدفة أو معينة، وكل استراتيجية لها action plan خاصة فيها. رح نبدأ الآن نتكلم عن الاستراتيجية الأولى current situation analysis. المخرجات الخاصة فيها جدا واضحة وسهلة. أولا يكون في عندنا available complete and reliable data. هذه الداتا نسوي لها تحليل ورح نطلع منها بمخرجات سواء كانت information ولا findings ويجب نشرها، هذا المخرج الثاني. أما المخرج الثالث نستكشف أي معلومات أو ديتا يمكن دراستها أكثر ومن خلالها ممكن توصلنا لمعلومات أكثر. أما المخرج الرابع يكون في عندنا عدة researches أو أبحاث من current situation analysis. وأيضا وأخيرا عندنا المخرج الخامس تكون عندنا الانفورميشن اللي أخذناها وسوينا لها analysis ولا cleaning اللي هو تكون well managed ومحفوظة بشكل صحيح وأيضا تكون approved. هذه الاستراتيجية الأولى. الاستراتيجية الثانية communication, collaboration and coordination. مخرجاتها 2، أولا أن يكون في عندنا efforts بين خلينا نقول organization مختلفة أو
خلينا نقول مناطق مختلفة أو مساهمين مختلفين، وهذه الأفورتس تكون coordinated وorganized ليتم محاربة الكانديدا أورث بشكل فعال. عندنا المخرج الثاني يكون في communication أو تواصل فعال بين المشاركين في الاستراتيجية، سواء كانوا المشاركين المناطق، المستشفيات، أو حتى شركاء في الاستراتيجية مثلا زي جهات أخرى. الآن عندنا C3 اللي هي Candida Auris Network. أما مخرجات الCandida Auris Network هما اثنين، عندنا يكون في establishment أو إنشاء لشبكة تواصل خاصة في الكانديدا أورس، لها أهداف معينة ولها أيضا roles and responsibilities. أما المخرج الثاني يكون في established وactivating functioning executive committee. يعني إيش هو executive committee؟ نحن تكلمنا وقلنا أول في الاستراتيجية الأولى communication, collaboration and coordination، يعني يكون في بينا coordination partnership، يعني شراكات بينا وبين جهات أخرى. هذه الشراكات اللي بينا وبين الجهات الأخرى رح تؤدي لوجود ممثلين من كل جهة. الممثلين في هذه الجهات رح يكونوا هم executive committee. أما الآن عندنا comprehensive national plan. زي ما انتم شايفين انه الكانديدا اورس بريفنشن استراتيجي هي عبارة عن استراتيجيات، وهذه الاستراتيجيات يشارك فيها عدة جهات. هذه الجهات كل جهة لها مسؤولية، كل جهة لها تاسكات وريسبونسبيليتيز معينة. هذه الريسبونسبيليتيز والتاسكس راح تمثل ايش، او راح تكون زي ايش، كأنها كومبريهنسيف ناشونال بلان. ف هدفنا أو الأوتبوت من استراتيجية الكومبريهنسيف ناشونال بلان إنه يكون في ناشونال بلان، هي خطة وطنية تغطي جميع الأسبكتس المتعلقة في الإنفكشن كنترول، وطبعا تكون تتضمن الشركاء اللي يساهمون معنا في الاستراتيجية. أما عندنا C5 اللي هي commitment of the involved leaders and decision makers. في عندنا أربع مخرجات. المخرج الأول أن يكون المشروع الكابس مدعوم من decision makers. أما المخرج الثاني أن MOH leaders, decision makers, high officials يدعمون وفعلا genuinely يشاركون في تحقيق الـ national plan. عندنا الـ C5 the government and private health sector، يعني leaders with decision makers في the government and private sectors يكونوا committed وملتزمين في تطبيق استراتيجية الكابس أو مشروع الكابس. أما عندنا C5 أو المخرج الخامس يكون من ضمن المشاركين في الاستراتيجية الكابس subject matter experts اللي هم متخصصين في التخصصات معينة على حسب الاستراتيجيات الموجودة. يعني على سبيل المثال المتخصصين اللي مطلوبين في الكانديدات أورس prevention strategy ممكن يكونوا subject matter experts في research، في networking، في infection control نفسها وإلى آخره. ف محتاجين دائما ان يكون معنا subject matter experts، وممكن يكونوا subject matter experts في research، ممكن يكونوا scientists، ممكن يكونوا شغالين في الجامعات، وايضا لازم يكونوا aware في البروجكت ويدعموه ويساعدونا في تطبيقه. والان عندنا الاستراتيجية رقم 6 capacity building، والمخرج المستهدف فيها أن يكون في عندنا مشاريع بناء قدرات يحتوي على activities تساهم في الوصول إلى الهدف النهائي الخاص بالاستراتيجية. أما عندنا الآن استراتيجية رقم 7 والأخيرة control and prevention of candida auris. في عنده 7 مخرجات. المخرج الأول أن يكون في عندنا road map واضحة لخفض معدل الإصابات بالcandida auris بنسبة 50%. المخرج الثاني أن يكون في عندنا رود ماب واضحة لخفض معدل الوفيات المتعلقة أو المرتبط في الكانديدا أورس بنسبة 50%. وجميع هذه المخرجات لازم تصير
بنهاية 2026. عندنا المخرج الثالث أن يكون فيه انخفاض بنسبة 50% بنسبة الإصابات في الكانديدا أوريس، وتحديداً لتكون caused بسبب hospital acquired infections outbreak محددة. بعدين في عندنا المخرج الرابع نفس الشيء، يكون في عندنا خفض في المورتاليتي ريت المرتبط في الكانديدا أوريس، ويكون caused by specific hospital acquired infections outbreaks، وتحديدا الانخفاض يكون من 41% إلى 20%. يعني هذول الاثنين C73 C74 المورتاليتي والموربيديتي ريت انخفاضها يكون متعلق من الاوتبريكس، يعني الموربيديتي والمورتاليتي المتسببة بسبب اوتبريكس تنخفض بنسبة 50% في الموربيديتي ومن 41 إلى 20% في المورتاليتي. الآن عندنا المخرج الخامس، أننا يكون عندنا compliance rate of implementation، يعني تطبيق التطبيق المجرز الخاصة في الانفكشن كنترول عالي، الكومبلاينس ريت فيها نوصله بإذن الله إلى 70%. عندنا C76 يكون في عندنا projects خاصة في الانفكشن prevention and control المرتبطة بالكانديدا أوريس في جميع أو مو جميع، يعني أغلب أو كل إن شاء الله المنشآت الصحية المستهدفة في المشروع. عندنا C77 يكون في عندنا برنامج في الجيد اي بي سي يهتم ويتابع ويستقصد الكانديدا اوريس. طبعا هذه هي الان السبع استراتيجيات في الكابس ويسموها 7 سيز. فيعني لو قلت لكم على سبيل المثال C7 فاعرف اني اتكلم عن control and prevention of candida auris. C على سبيل المثال 1 C1 اللي هي current situation analysis والى اخره. وارفقت لكم الان references ممكن تستخدموها عشان تقرأوا اكثر في الاستراتيجيات، لان احنا اعطيناكم الان نبذة عن الاستراتيجيات، فعشان يكون discussion باذن الله fruitful اقرأوا وطلعوا على references عشان تشوف التفاصيل ويكون بإذن الله الديسكشن مثمر. يعطيكم ألف عافية.